الحقيقة هننتقل بحضراتكم لموضوع مهم جدا، ووزارة التضامن الاجتماعي أعلنت عن وصول الحملة الإعلامية لمشروع مودة لأكثر من 20 مليون مشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة في 10 أيام. هل هيكون في تطور على المنصة خلال الفترة اللي جاية؟ إيه آلياتهم لحدوث هذا التطور؟ إزاي هيتم الاستثمار الأرقام دي عشان مشروع مودة يوصل لهدفه؟ ونعرف كمان اكتر عن مشروع مودة، ده اللي هنعرفه بالتفصيل من الدكتوره رندا فارس. صباح الخير على حضرتك، واهلا بيكي معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليكم وعلى كل مصر. صباح اهلا الخير. بيكي يا فندم. يعني 20 مليون زائر على منصه مودة في ايام، هذا الرقم يعني بيدل على ايه؟ خاصه انه احنا محتاجين هذه المنصه طبعا بشكل كبير، بس قبل ما نتكلم عن دلاله هذا الرقم، يا ريت تعرفي الساده المشاهدين اكتر عن برنامج مودة. مشروع مودة هو مشروع قومي بتنفذه وزارة التضامن الاجتماعي، وبيعمل على الحفاظ على كيان الأسرة المصرية. يمكن بداية هذا المشروع كانت في مارس 2019 كإطلاق وشغل على الأرض، شغل ميداني. وليه احنا بدأنا هذا العمل؟ ودي نقطة طبعا مهمة جدا ان احنا نوضحها للسادة المشاهدين، ان احنا عندنا حالات الطلاق في مصر وصلت لمراحل عالية جدا، وجي تكليف فخامة رئيس الجمهورية للوزارة ان احنا نبتدي نحط تدخلات متكاملة لتدعيم الشباب المقبل على الزواج بكل المعلومات الممكنة اللي تساعدهم ان هم يبنوا أسرة مستقرة تبعد عن المشكلات قدر المستطاع. لان يمكن برضو من ضمن المؤشرات اللي وضحها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2018 ان 38% من حالات الطلاق بتتم خلال اول 3 سنوات من عمر الزيجة، وده كان مؤشر مهم جدا بيقول لنا ان دي يعني اتنين لسه في بداية الرحلة، لسه ما واجهوش الصعوبات اللي تخليهم يبقوا تحت ضغط ان هم يتطلقوا. فاما ان الاختيار بيبقى مش سليم، واحنا دايما بنقول ان اختيار شريك الحياة السليمة هي 50% من نجاح العلاقة فيما بعد، ان انا اختار حد يقدر انه يتفاهم معايا ونقدر نمر مع بعض بكل ما في الحياة من صعوبات وتحديات، وده امر طبيعي جدا. الحاجة الثانية ان هم ممكن يكونوا داخلين العلاقة ومش عارفين اساسا حقوقهم وواجباتهم، ودي بيصطدموا بقى بواقع كبير ان هم مش عارفين يتعايشوا مع بعض. فجت هنا الفكرة ان احنا بدأنا نعمل محتوى علمي تدريبي بالتعاون مع مجموعة من الخبراء ومع صندوق الأمم المتحدة للسكان. وضعنا محاور كثيرة جدا داخل هذا المحتوى، محاور اجتماعية ونفسية، محاور دينية، ومحاور ايضا خاصة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة. يمكن بدايتها يا فندم طيب كانت مع يا دكتور، عايز اقف معاكي بس قبل ما نسترسل في باقي نقاط موده. حضرتك بتقولوا او على الويب سايت بيكون في تقديم شكل من اشكال المشوره للمقبلين على الزواج لمعرفه الاليات او الطرق الحقيقيه او الصحيحه لاختيار شريك او شريكه الحياه، مظبوط؟ تمام. طيب لو حضرتك دلوقتي مثلا عايزين نلخص أهم النقاط اللي ممكن تديها نصيحة من خلال هذه المبادرة لأشخاص يعني عايزين يتجوزوا أو مقبلين على الزواج، يعني إزاي الشخص يقدر يختار اختيار صحيح باختلاف معايير ومواقع الأفراد في المجتمع وخلفياتهم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والدينية كمان؟ ما هي دي النقطة يا فندم، إن أهم حاجة في اختيار شريك الحياة، طبعاً مش هينفع أختار حد متشابه تماماً وده أساساً أمر مش صحي، ولكن لابد من إنه يكون في تكافؤ ثقافي، تكافؤ اجتماعي، تكافؤ التعليم مهم جداً، الاقتصادي، وإحنا هنا مش بنقول إن الفلوس مهمة، ولكن لابد من يبقى في تكافؤ. خلينا نتفق إن الزواج ده بيبقى اتنين جايين من بيتين بتربية مختلفة بأسلوب مختلف وبيتحطوا في بيئة واحدة مع بعض. لو مفيش تقارب الخلافات بتزيد جدا، فحتة التكافؤ ده مهم جدا، حتة القبول الشخصي ده مهم جدا، نكون في كيمياء ما بيننا، نكون متفاهمين ومتفقين على أسس تربية الأبناء فيما بعد، لأن دي برضو من الحاجات اللي احنا رصدناها اللي بتسبب مشكلات كتير فيما بعد، إنهم مبقوش اتفقوا فبيبقى في اختلافات كتير في التربية، تحصل مشاكل وتتأزم الأمور وينفصلوا. فكل دي حاجات مهمة جدا في أسس اختيار شريك الحياة. أسلوب التفاهم والتعامل مع بعض، الاختلاف فن. للأسف الكثير من الناس ما بتعرفش تختلف، بيبقى في واخد أسلوب دفاعي. لا، مهم جدا إن احنا نتواصل بالإيجابية، وده للكل يعني حتى المتزوجين لابد ان احنا ازاي نتعامل مع بعض وازاي نوصل لنقطة التقاء مع بعض في النص. ايه الحاجات اللي ممكن تبقى
يعني تهديد للحياه الزوجيه من عنف اسري او من لا قدر الله ان حد من الطرفين يدخل في الادمان. جزء التواصل الاجتماعي 15% من حالات الطلاق المسجله في 2018 كانت بسبب سوء استخدام التواصل الاجتماعي. فاحنا عندنا منظومه متكامله جدا من التدريبات، بتبقى 3 جلسات على التدريبات الميدانيه، وعندنا طبعا المنصه الرقميه اللي اطلقها فخامه رئيس الجمهوريه في ديسمبر 2019 بتوفر هذا التدريب اونلاين، وهي عباره عن 22 مقطع فيديو بيقدمها 19 خبير وشخصيه عامه، ومع نهايه التدريب المتدرب بيتلقى شهاده الحصول على برنامج موده من وزاره التضامن الاجتماعي. وخليني اقول هنا ان المجلس الاعلى للجامعات المصريه اعتمد هذه المنصه كمتطلب تخرج بدءا من العام الدراسي الحالي، ودي طبعا كانت خطوه مهمه جدا لينا لان 480 الف طالب وطالبه بيتخرجوا من الجامعات المصريه سنويا، فده شيء كويس جدا ان احنا نقدر نوصل بتدريباتنا لقاعده كبيره جدا من الفئه اللي احنا بنستهدفها. طيب دكتور اخيرا، يعني عشان تقدموا محتوى وتقدموا اليات وبرامج تقدر تحل المشكله وتقدر زي ما حضرتك اتكلمتي في نقاط عن اهم النقاط لازم تكون موجوده في بدايه اي مشروع زواج، هل حضراتكم يعني توصلتوا للسبب الأساسي لارتفاع نسب الطلاق الأيام دي؟ خاصة إن إحنا طول عمرنا بنسمع إن أصعب سنة في الجواز هي السنة الأولى، بس إيه اللي اختلف الأيام دي؟ اللي اختلف الحقيقة يعني إحنا ظهرت على العالم كله مش مصر وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا بيبقى فيه تعارض لرسائل كتيرة وموضوعات كتيرة، والواحد ممكن في سن صغير يتأثر ببعض الأمور فتبدأ تحصل مشاكل. الجزء الثاني ان الحقيقة الأسرة أصبحت في حالة من الفردانية، يعني كل شخص قاعد على الموبايل أو على التابلت وما عادش في تواصل داخل الأسرة. يمكن احنا دايما من الحتت اللي احنا بنتكلم فيها إعادة قيمة الأسرة، دايما احنا زمان أجيال القديمة كانت الأسرة دي حاجة شيء مقدس، علاقة مقدسة يعني، والقعدة مع بعض والتواصل اليومي بين الأبناء والآباء. الحياه بتجري بسرعه، نمط حياتنا اختلف. صحيح. بالاضافه طبعا لوجود الانترنت، وزي ما قلنا هي 15% من اسباب الطلاق سنه 2018 كانت بسبب ده. طبعا يعني انا باكد على كلام حضرتك، واحب اضيف عليه كمان انه زمان يمكن الاسر كانت حريصه انها تعلم ولادها سواء اولاد او بنات اكثر عن الزواج وعن مؤسسه الزواج، يعني بجانب طبعا حرصهم على التعليم وعلى كمان حرصهم على ان يكون عندهم شغلهم وحياتهم الخاصه، لكن دلوقتي اعتقد الاهالي الى حد ما يعني بتفضل او حريصه اكتر على انها تركز على التعليم وعلى حياتهم بعد كده اكتر من فكره مؤسسه الزواج. بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا دكتوره رندا فارس، نورتينا في صباح الخير يا مصر.